بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وما زدنا في مسيرة النور مع سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأخذ بأيدينا لينور حياتنا واحنا قلنا ان سيرته صلى الله عليه وسلم هي الجسر الرابط ما بين الوحي وما بين الحياه. وعشان كده لان احنا في امس الحاجه ان احنا نحول قيم الدين الى حياه بنمشي مع حضره النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. النهارده الموقف اللي احنا هنكون بنتكلم عنه النهارده في سيره حضره النبي بيبتدي بعد انتهاء غزوه احد اللي استشهد فيها من المسلمين سبعون. وكان المشهد عبارة عن صور من القتلى وقد تناثروا في ساحة المعركة صورة ما هيش أحلى حاجة وللأسف بعض ال... بعض الجثامين إيه اللي حصل مثل بها المشركون كنت فاكرين طبعا سيدنا حمزة المسلمين تحملوا على أنفسهم وعلى جراحاتهم عشان يواروا جثامين الشهداء تحت السر وهم بيحاولوا يعملوا كده أقبلت امرأة بتسرع في الخطة من جاي من بعيد جاي من بعيد وبتسرع حتى كادت من سرعتها ان هي تصل الى ساحة المعركة وتفصل ما فيها من اهوال وما فيها من تمثيل مثله المشركون باجسام المسلم المسلمين المسلمين وحضرة النبي يلمح ده يلمح ان المرأة اللي مقبلة نحوهم دي فيخشى عليه الصلاة والسلام ان المرأة تصدم بالمناظر البشعة اللي موجودة في ساحة المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني ما خلقت عليه النساء من رقة في الإحساس وإرهاف في الشعور. فأكيد مش هتتحمل إن هي تشوف المناظر دي والمشاهد دي واللي عمله يكون من تنكيل بالمسلمين وتمثيل بجثثهم بشكل يعبر عن وحشيتهم وعدم إنسانيتهم. وهنا حضرة النبي يطلق صيحة المرأة المرأة يعني إيه؟ خلوا بالكم المرأة امنعوا المرأة إن هي توصل. وسيدنا الزبير يسمع الكلام دي يسمع ان حضرة المرأة المرأة فيسمع سيدنا الزبير ده اللي كان اقرب الناس اليها يبقى سيدنا الزبير خلاص فهم مراد حضرة النبي فانطلق زي السهم سيدنا الزبير نحوها وادركها وادركها قبل قبل ما توصل الى ايه؟ الى ساحه المرأه وتشوف الى ساحه المعركه وتشوف القتلى فاذا به ماذا؟ امه صفيه بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامها ليقطع عليها الطريق ويمنعها من المواصلة لكن صفية رضي الله عنها كانت كانت بطبيعتها امرأة رابطة الجأش قوية قوية يعني ست يعتمد عليها ست كبيرة قومها فدفعت ولدها في صدره عشان عشان تنحيه من جانب الطريق عشان تروح واستمالت زبير ان هي تروح تشوف ايه اللي حصل لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امر بان هي ما توصلش وعزم عليك ان انت ما تروحيش فلما عملت انه امر من حضرة النبي رادخت للامر و خرجت ثوبين بحوزتهما بعد ما خرجت ثوبين كانوا معاه ثم طلبت من الزبير ان يجعلهما كفنا لاخيه حمزه لاخيها حمزه يا ابي انت وامي يا رسول الله وكم تحملت سوره سيدنا حمزه فاخذ منها سيدنا الزبير الثوبين وانطلق بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعندما اشرفوا على سيدنا حمزه وجدوه بجانبه احد الانصار وقد مثل المشركون، احنا عارفين قصه طبعا قصه اللي فعلوا وحشي واللي تاب بعد كده واسلم لكن حضره النبي هذا المنظر كان مؤثرا في قلب حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحوا ان هو يكفنوا سيدنا حمزه الصحابه اللي كانوا حواليه ويتركوه ويتركوه عشان حضره النبي هو اللي يقوم فقالوا لحمزه ثوب وللانصار حمزه ما كانش في واحد من الانصار ما كانش ليه ثوب يكفن فكفن كل منهما بثوبه الذي صار له واللي هيبعث عليه يوم القيامه ان شاء الله احنا بقى عندنا مساله مهمه جدا 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 هو ايه اللي حضره النبي بيعلمه في هذه القصه؟ وخاصة ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان منع النساء في أول الأمر أنهم يزوروا القبور وبعدين أذن لهم فيما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نسخ النهي عن زيارة القبور احنا عايزين نقول ايه ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بأبي هو وأمي بيعلمنا درس هو مراعاة مشاعر النساء المشاعر الحقيقة أنها تختلف عن مشاعر الرجال وبيعلمنا ان في درس مهم جدا مش مهم ان يبقى في واقع لكن المهم الناس هتتقبل الواقع ده ازاي الناس بتختلف في تقبلهم للواقع فالنساء بيختلفوا في تقبل الواقع فما حدش يجي يقول لهم استرجلوا ولا حد يجي يقول لهم انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده وعشان كده حضره النبي صلى الله عليه وسلم منع السيده صفيه ان هي توصل لارض المعركه لانه عارف تأثير مثل هذه المشاهد وخاصة سورة سيدنا حمزة على المرأة. يبقى حضرة النبي بيحط لنا عنوان كده أيها المسلمون عليكم بالوصية بالنساء فراعوا مشاعر النساء. عنوان واضح حضرة النبي قدموا في شكل عملي في في بعد غزوة أحد. راعوا مشاعر النساء. طب يجي واحد يقول طب وليه النساء ما يطوروش من نفسهم؟ ومكلف الأشياء غير طباعها هي طبعها كده وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نراعي طبعها ده ونراعي حالتها فالراجل اللي جاي للزوجة ويقول لها ما احنا اتكلمنا بس هي لغاية دلوقتي قلبها ما اطمأنش هي عايزة تتكلم مزيد من الكلام ما تجيش تقول لأ هو ده يكفي هي اللي لازم تغير اللي لازم تبطل مشاعر الاحتياج إلى الأمان ما ينفعش نقولها كده هي محتاجه للامان فهتتكلم معاك زياده فلازم تتقبل ان هي يكون ليها مزيد من الكلام عندك لان هي طبعها عندها مشاعر بتح هي المشاعر دي هي اللي بتخلي العلاقات تدوم لولا ان هي عندها مشاعر بتميل فيها الى الرجل ما كانش الرجل يبقى بطلع في الحياه وعشان كده احنا لازم نراعي مشاعر النساء من مشاعر النساء ان انت ما تكسرش الست قدام اولادها لان هي شايفه ان أولاده اولادها, أولادها حياتها فلو كسرتها وما مشاعرها قدام اولادها انت في الحقيقه بتدمرها وانت بتخالف سيره حضره النبي وسنه حضرة وسنه حضره النبي كمان لازم تراعي مشاعرها ان هي في بعض الاحيان بيبقى عندها بعض الاعباء اللي بتخليها في الحقيقه قد تصاب ببعض الكابه فانت لازم تراعي مشاعرها ما تقول لهاش ايه الكائن النكد النكهة دي ده لازم تراعي ان هي في بعض الاحيان بيبقى عليها بعض الضغوط وبعض المخاوف حضرة النبي علمنا ايه؟ ان احنا نسعى دائما الى تامين المرأة ولذلك احنا طول الوقت لازم نراعي مشاعر المرأة لازم نعتبرها جزء اساسي من عبادتنا لله سبحانه وتعالى فنعمل ايه؟ مسائل بسيطة هقول لكم على شوية امور كده تراعوا فيها مشاعر المرأة وانتوا تبقوا مرتاحين اول حاجة مراعاة مشاعر المرأة جزء من بطولتك. عايز المرأة تراك بطلا لو كنت زوجتك زوجها راعي مشاعرها، قدر مشاعرها وعشان تقدر مشاعرها تعمل حاجة واحدة تسمعها. ولما تسمعها ما تسخرش من مشاعرها ولا تسفه منها لكن قدر مشاعرها. شوف حضرة النبي السيدة عائشة تقول ورأسها. فيقول لها بل أنا ورأسها. الحاجة الثانية على طول افضل تابع المرأة المرأة مبادر لما تكون محتاجاك لان انت لو بادرت لما تكون محتاجاك هي هتحس بالامان وهتشكرك ان انت وقفت جنبها الحاجة الثالثة والمهمة كمان اولادك وخاصة البنات منهم حاول بقدر الامكان تحسسهم بمكانتهم عندك وان انت حريص عليهم وان انت في ظهرهم وان انت في سندهم مش بالكلام كمان ولكن كل يوم تعمل حاجة مناسبة في ده يا سادة ربنا جعل المراه مرآه عشان نشوف قد ايه احنا فينا طيابه وفينا رحمه وفينا خير وفينا جمال. يا رب الهمنا ان احنا نعيش بهذه الصفات طول الوقت واجعلنا يا ربنا من الصالحين الذين يعملون بوصيه سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على اسئلتكم المباركه. رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا الصفحة اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم وتعليقاتكم وكمان تفاعلاتكم مع كل اللي احنا بنقدمه في برنامج ولا تعسروا ومعانا أول سؤال من أبو شريف القاهرة أبو شريف معايا السلام عليكم وعليكم كده السلام عليكم تفضل يا حاج أبو شريف عم الشيخ نعم والله الحمد الله لله الله الله والله سؤال كده يا عم الشيخ كنت عايزين من نستفسر من, من حضرتك منه عليه يعني تفضل يا سيدي انا عندي دلوقتي اولاد ربنا يخلي ولدين طيب واحد متجوز وغالبا عايش معايا طيب تمام ولو شقته فوق بس اكترت معايا في البيت هنا طيب و... وبيشتغل على يعني ارزاقي على باب على باب الله طيب والتاني شرحه برضه شغال على ارزاقي الزكا اللي بتطلع انا ابوهم بقى مم. بطلع الزكا عن ابن المتجوز وعن مراته وعن بنته قصدك زكاه الفطر يعني اه فانت عايز تطلع الزكاه عنهم هم عن عن, عن عن ابنك الاولاني اللي عايش معاك اللي هو يعتبر غالبا عايش معاك اللي آه عايش معاك في آه. نفس البيت ده متجوز ده متجوز وعنده بنت فانت بتقول هل يجوز ان انا اطلع زكاه الفطر عنهم اه يجوز طيب إيه انا دلوقتي عم الشيخ بطلع الزكاه لابن المتجوز بمراته ببنته تمام بالاضافه لايالي بقى واهلي خلي بالك بس عشان بطلع الزكاه ليه ممكن تتفهم ان انت بتدي لهم الزكاه انت ما بتعملش كده انت بتطلع الزكاه عنه يعني بتطلع الزكاة عن خمس أفراد صح كده؟ عن, ت... عن, ستة عن ستة أفراد صح آه. كده؟ آه. طيب فأنت بتطلع عنهم الزكاة فقلت لحضرتك ده يجوز إيه السؤال التاني بقى؟ السؤال ربنا يخلي حضرتك شكرا أصل الضوافر بقى أصل الضوافر ايوه في مشكلة؟ خالص ولأن أصل الظوافر ملهوش دعوة بمسألة بالعكس أصل الضوافر دوت من السنن وخاصة لو كان بيتعمل في أوقات زي الجمعة والأوقات اللي هي بالعكس ده من الثواب ده يحصل فيه عليه ثواب لأن دوت من النظافة وإن الله سبحانه وتعالى نظيف يحب النظافة فعشان كده أنت لو عملته في الصيام ده يبقى فيه ثواب إن شاء الله وثواب عظيم. طيب الأستاذة نشوة من القاهرة ايوه السلام عليكم ازيك وعليكم السلام اتفضلي بقول لحضرتك دلوقتي لو في اثنين كانوا مرتبطين او بيحبوا بعض اه يعني و بقى, بقى بقى انا من انا يا استاذ ناس من مساله ايه اسمعيني بس بقى من مساله ايه او او دي بتبقى كده او في النص كده برضو بتبقى لازم لازم نخلي بالنا يعني فاحنا مرتبطين ثم ثم ايه اللي حصل يا استاذ ناشف اللي حصل ان هما يعني ايه اتكلموا مع بعض تزوجوا شفوي يعني مش مش جواز جواز بس هما قالوا لبعض كده كلام شفوي ايه يعني زي يعني ايه شفوي بس من غير من غير ورق رسمي هل يعني ولا في شهود ولا في شهود ولا في ولا ولا في اي حاجه ولا حاجه خالص ده هزار يا فندم ده هزار اه ده بيبقى هزار اه طيب ده هزار آه بس لا استني يعني بس يعني استنى نشوى استنى نشوى استنى نشوى اي ارتباط استنى نشوى استنى نشوى ده هزار ونذير خطر ليه نذير خطر؟ بدل أوه. الحاجات بتتعمل في اطار غير الاطار الشرعي يبقى دوت ممكن يدخلنا في مناطق خطره. ايوه فالحل أوه. أوه. هو لو كلامنا ان احنا خطر. لازم نحصل من غير ما يكون حد يعني حصل حاجه. اصل هو ما ما انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ بدون اي اتهام لاي حد. هو ليه ليه قالوا لبعض الكلام دوت؟ قالوا لبعض الكلام دوت لانه خايفين يقعوا في الحرام، صح كده؟ اه ممكن او عشان يعني ايه فيما بعد نتجوز يعني ممكن يكونوا بيقولوا كده بنحجز بعض يعني؟ اه حاجه زي كده ده والعياذ بالله عبث الشرع الشريف ما ينفعش كده ده فرق الشرع ما ينفعش الكلام ده فيه ولا يعني حد ينفع يتجوز صحيح. يتعامل كده احنا عندنا في ادوات شرعيه عشان الناس ترتبط ببعض في رؤيه وبعد كده بيحصل الناس توافق عليه فيبقى في خطوبه وساعة الخطوبة دي لا يخطب أحدكم على خطبة أخي فالمسألة كلها إيه؟ فيها ضوابط شرعية فالكلام ده كله عبث بلاش الطريقة دي الطريقة دي أه. تؤدي إلى والعياذ بالله إلى أخطاء وإلى حاجات لا تحمل عقباها فده لا يجوز شرعا الحاجة الثانية بقى دا السؤال الأولاني السؤال الثاني السؤال التاني هل النسيان ده نعمة من عند ربنا ولا النسيان ده ساعات بيبقى زي مرض بيعطل البني آدم هو النسيان النسيان ما فيهوش تكليف ولذلك النسيان في بعض الاحيان بيوجب الانسان بيوجب على الانسان ان هو ينشط نفسه ويذهب الى اشياء تذكره فيذهب الى الذكر ويذهب الى ال الاحتياط ويذهب الى اليقظه ويذهب الى الاستغفار كل ده ينشطه اذا كان بينسى اشياء هي في الحقيقه مهمه في حياته اما اذا كان الله سبحانه وتعالى بيخليه ينسى ينسى ذنوبه فيقبل على الحياه ويذهب الى الله سبحانه وتعالى مع حسن الظن ده كله جيد ده كله لطيف ده كله جميل فالنسيان اذا كان يساعد الانسان على تجديد حياته فهو نعمه اما اذا كان النسيان بيجعل الانسان يقع في الخطا فهو محتاج الى يقظه مش هنقول نقمه لان الله سبحانه وتعالى بيجري النسيان على الانسان عشان يتيقظ عشان يكون اكثر يقظه عشان يكون اكثر استغفارا اكثر عوده الى الله سبحانه وتعالى فحسب ايه اللي ترتب على هذا النسيان لو ترتب على النسيان شرح للصدر وزوال للهم نعمه الحمد لله، لو ترتب على النسيان ده ان واحد كان متهاون لا عليه ان هو يتيقظ ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود، لكن في كل حال النسيان لا يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد على النسيان، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم مين معانا؟ السيد سيد من الجيزه. ايوه دكتور اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كنت عايز في حياتك عندي بنت مخلفه ثلاث عيال يعني طيب وفي جزء رام عليها اليمين لا حول ولا قوه الا بالله بتتصور رمضان يعني طيب وبعدين وبعدين عندها بنت هتتجوز انا مش عايز اطلقها يعني انا مش عارف اعمل معاها ايه ده يعني انسان مقه ضايق على قده مش و... عارف اعمل ايه معاه في موضوع في في حاجتين يا حاج سيد الحاجه الاولانيه <applause> ان لازم جوزها يتصل عشان ن... نتحقق منه ونعرف هو قال ايه ونعرف كان نيته ايه ونعرف ايه الملابسات اللي كانت محيطه بالمساله فيتصل بيا او يتصل ب107 افضل الانفطار المصريه عشان نجاوبه على مساله الطلاق الحاجه التانية <applause> والمهمه ان احنا لازم نبحث عن جذور هذه المشكله مش المهم بس ان الطلاق ما وقعش او, أو ربنا ستر، لكن كمان ازاي رب ازاي نعيش ونستثمر ستر ربنا في حياتنا المقبله، فهم لازم يروحوا اما تقعد معاهم وتجيبوا وتقعدهم وتتكلم معاهم وازاي هم يتجاوزوا اخطائهم وتنصحهم او ان هم يروحوا لمركز الارشاد الزواجي بدار الافتاء المصريه وهنستناهم هناك عشان نحاول بقدر الامكان نصلح بينهم لان في الحقيقه ترك المشكلات بعد كده بيؤذن باخطار كبيره فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم اسئلتكم المباركه رجعنا لحضراتكم ومعانا السيد محمد من المنصوره تفضل يا حاج محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ده يا شيخ الحمد لله حضرتك بس عايز اسالك سؤال انا متجوز وكنت حالف على مراتي بالطلاق وعلى حاجه والحاجه دي منتهم. طيب يعني انت قلت لها ايه يعني حضرتك هي ضايقتني في الكلام فقلت لها على الطلاق ما انت جايب الحاجه دي و. بعدها في شهر كده جبتها طيب يعني انت قلت لها عليا الطلاق ما تجيب الحاجه الفلانيه اه فانت نسيت وجبتها بالضبط طيب يا سيد محمد انت هل في اي طلاق رسمي عند مأزون لا طب هل في الفاظ طلاق قبل كده؟ لا ما فيش طب هل في اي اي خلع اي حاجه من كده؟ لا لا ما فيش اي حاجه زي بتاعت الشيطان يعني ايه ضايقتني بس في كده ما انا عارف ما احنا كل حاجه بنلزقها في الشيطان ما الشيطان ده الشيطان ده ملقف ما الشيطان ده ملقف يعني أيوه. هو الشيطان هو الشيطان هو اللي كان عايز الحاجه ولا انت اللي عايز الحاجه فخلي لا. بالك لان الطلاق أيوه. ده اسمع بس اسمع بس يا حاج محمد الطلاق ده كبل الزيت وحرق البيت وحرق الغيط وهدل البيت فمش مش هينفع ان احنا نتعاون نتعاون خلينا بس نمشي الاول في الفتوى فحضرتك دلوقتي ببساطه خالص قلت ان انت دي اول مره تتلفظ باللفظ ده ايوه طيب يا سيدي طيب يا سيدي انت اول مره قلت لها عليا الطلاق ما تعملي الحاجه دي فعملت فعملتها تمام طيب يا توب تطعم 10 مساكين وتخرج كلمه الطلاق من قاموسك من قاموس حياتك خالص بدل تمام. انت راجل صالح كده ايه ايه اللي يخليك تهدد بيتك كده يبقى خرج كلمه الطلاق خالص من قاموسك واضح يا فندم تمام وهي لسه مراتك يعني يطعم 10 مساكين وهي لسه مراتك ان شاء الله استاذ محمود من سواج يتفضل من اسوان يا فندم من اسوان اهلا وسهلا يا استاذ محمود اهلا وسهلا بحضرتك آه حضرتك انا كنت عايز استفسر فيما يتعلق بزكاه آه الفطر انتوا برضه في اسوان فتس. يا حاج محمود انتوا برضه في اسوان الدنيا برد كده برضه عندكم ولا لا؟ لا الجو معقول الحمد لله ربنا يتم عليكم يعني. النعمه قول لي يا سيدي جا. فيما يتعلق بزكاة الفطر لو أخرجها مثلا أموالا يعني. طيب. تماما ودلوقتي مثلا كان في شخص ما يعني أقرضته مثلا يعني أقرضته قرض من فترة مبلغ يعني. طيب. وكانوا يعني فأنت عايز تسقط فأنت عايز لي فأنت عايز تسقط قررت مثلا إن حضرتك يعني أسيب له المبلغ بنية إنه يكون زكاة طيب يبقى انت عايز تسقط عنه الدين اللي عليه بـ أيوة بـ بـ بمقابله المال بتاع الزكاه يعني مثلا لو هتدفع الزكاه 200 جنيه ولا 300 جنيه فتسقط الكلام دوت عنه فخلاص اه يجوز ان انت تعمل كده بس تنوي الكلام ده تنوي ان أيوة انت أيوة خلاص أيوة أيوة يعني ه... ه... طب انا اقصد حضرتك مثلا لو هو القيمه مثلا يعني أك... اكبر من قيمه الزكاه بغض النظر اكبر او مساوي اكبر او مساوي ف... انت لو تنازلت عن ده وعلمت بهذا التنازل اه يبقى دوت يجوز عن زكاه الفطر يجوز ومثلا لو مثلا القيمه ونويت ان مثلا القيمه المتبقيه تكون ايه صدقه صدقه هتبقى صدقه خلاص صح كده فده يعني جائز فعلا. جائز ما فيهوش حاجه شكرا جزيلا الله يبارك بقى. في حضرتك استاذ محمد من منصورة رجع تاني تعالى يا سيد ما محمد معلش يا شيخ بس سؤال مينفعش اطلع فلوس ما هو انا قلت لك طلع فلوس طلع لا. فلوس يعني غير ما اكل ينفع فلوس غير اه ينفع فلوس اه خلاص ماشي يا شيخ شكرا بس اوعى مره تانية اسمع طلاق تاني اوعى ماشي يا شيخ يلا يلا بالتوفيق السلام عليكم طيب يا سيدي يبقى إيه احنا عايزين شفتوا انتوا بقى في مسائل الطلاق احنا بنعمل ايه؟ بنقعد نتحقق وهو ده التحقق ده بس احنا عملناه بس عشان هو عنده طلقه واحده لكن او اكتر كده الهواء مش هيكون مناسب لو في حاجه فيها اسرار بيوت كمان مش في مش هيبقى مناسب ان احنا آه ان احنا نعمل كده ولذلك يعني بنحذر وكنا لما كنا ندرب المفتين بنحذرهم ان هم على هوا بلاش يفتوا في مسائل الطلاق على الهوى لان الهوا ما متاح ان انت تعمل فيه وكمان ممكن في اوقات كثيره آه اسئله الطلاق يبقى فيها اسرار للبيوت فلا بد ان احنا نحتاط ده تحتاط من حاجتين التفاصيل التفاصيل مهمه جدا جدا في مسائل الطلاق الحاجه الثانيه جدا 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 مهم ان انت تحافظ على اسرار البيوت من القيم الافتائيه المهمه الحفاظ على اسرار الناس فانت لازم تكون مراعي ده ولان الاس... ولان السؤال بتاع السيد محمد ما كانش فيه سؤال عن ايه الحاجه اللي هو حلف عليها وايه ما كناش محتاجين لده فعملنا وجاوبنا على السؤال ده وده لازم يراعى في كل فتوى من فتاوى الطلاق. معانا الاستاذه منال من القاهره تفضل. ألو أيوه تفضلي يا استاذ منى السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وحضرتك انا والله بنتي يعني هي بلغت من العمر 30 سنه امم وبعدين يعني هي عايزه تتجوز وكده طيب ففي في شخص يعني مش من مش من قريب من المستوى المعيشي بتاعنا مم. ولا قريب من الشهاده بتاعتها مم. وهي مصممه عليه وطبعا في يعني ب ب ب ب ب يعني بتشاكلنا او بتتخانق معانا او كده احنا مش عارفين نعمل ايه ولا يعني انت رافضاه يعني عشان المستوى الاجتماعي والمستوى المالي ايوه طيب هل هو اخلاقه كويسه هو اخلاقه كويسه بس حضرتك ان هو يعني ايه حتى الشهاده بتاعته مش مش قريبه من شهادتك طيب انا متصور اللي حضرتك بتقوليه طبعا طبعا انا مقدر اللي انتوا بتقولوه ده أنا دايما بنتكلم على مساله الكفاءه ودوت بيبقى ادعى الى ان البيوت تكون مرتاحه لان احنا مثلا عندنا اشكاليه في في الحاله اللي احنا عندنا دي الاشكاليه آه. في الحاله اللي عندنا دلوقتي في حاجه اسمها ايه تسويه المراكز الزواجيه مم. بيبقى لما حد بيحس ان في حد اعلى منه فيفضل يكسر فيه لغايه ما يتساوى معاه دي ظاهره كتيره جدا جدا وفي الغالب ممكن الانسان يعملها من غير ما يقصد آه. وهي ممكن تتعامل معاه على ان هي اكثر وعيا بعد ما بقى يتساب وهج ال... وهج المشاعر ونبتدي نعيش في الحياه بتفاصيلها فيبتدي هو تلاحظ ان هو مثلا وعيه اقل من وعيها فتبتدي أه هي تتعامل معاه فيحصل مشكلات ده. الحاله اللي انت بتقول عليها اه بيحصل فيها مشكلات ايوه بس احنا في حالتنا اللي احنا فيها دي لو بنتنا هتفضل مصره عليه انا اللحظات دي بتبقى لحظات فارقه في في حياه ال في حياه الاولاد. أه لو احنا اصرينا وبنتنا بتصر بيحصل أه فجوه ما بين ما بين الاهل والبنت. نعمل ايه؟, إيه نروح ونقعد معاه جلسه ونقعد معاهم جلسه مع هما الاثنين نوعيهم انت يا ابني انت عندك تحدي ليه طيب؟ هو ده النصيحه انا واجب عليا النصيحه هي عندها 30 سنه بالغه فانا رايي بلاش التعنت بمعنى ان نمنع منعا شديدا وهي متعلقه بيه انت بتقولي حتى هي ابتدت تتغير اظن هي ابتدت تتغير معاملتها معاكم بسبب هذا لان ممكن تكون هي شايفه ان دي الفرصه الاخيره ليها أو تشوف ودات بيبقى غلط، المفهوم ده بيبقى مفهوم غلط، فلذلك حضرتك أنا رأيي تقعدوا وتنصحوها وتبين لها كل الآثار اللي ممكن تترتب وكل التحديات اللي عندهم، وعسى الله سبحانه وتعالى إن هو يكون إن شاء الله زوج صالح ليها، لكن لازم تكون في نصيحة ونصيحتي ليكم إن أنتم ما تحاولوش إذا كانت هي مصرة ما تحاولوش تمنعوها إذا كانت هي مصرة وابتدت تتغير علاقتها بيكم، لو أصريتوا ممكن ده يؤدي الى مشكلات كبيره وممكن للاسف في احوال زي كده كتيره بتفقد بيفقد الاولاد يفقد الاولاد يعني يبتعدوا عننا ويسيبونا طب واحنا نعمل ايه نفضل داعمين لاولادنا طول الوقت حتى لو كان اولادنا ايه بيختاروا اختيار مش مناسب هي عندها 30 سنه مش صغيره فعشان كده انا بقول لكم ادعموها وقفوا وراها وقولوا لها كلام عشان تحس ان هي ممكن تستمع لكلامكم في وقت من الاوقات لما تحس ان انتوا في ظهرها احنا اتكلمنا النهارده عن معنى مهم جدا جدا في تقدير مشاعر الستات ولعل السؤال ده كان واضح قوي قوي ازاي بنقدر المشاعر دي وازاي بندي النصيحة عشان تبقى فيه الحكمه لكن ما نروحش فنكسر لان الكسر ده ممكن يؤدي الى ضياع الحياه كلها وتعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء مجرب في شرح الصدور وفي جبر الخواطر نقول إلهي وغياثي أنت وحدك من تعلم ضعفي وكسري وقلة حيلتي وهواني على نفسي فارحم فؤادي برحمتك التي وسعت كل شيء بها واغسله من يأسي وطهرني من لبسي وافض علي من أنوار من أنوارك ما يمحو سواد أوحالي وترفع بها عن قلبي كل حجاب وتفتح بها على حضرتك كل باب فتشرح صدري وتجعل مع كل نفس من انفاسي وصلا وانسا فيصبح ليله قدري. يا رب اجعل كل ايامنا وليالينا ليله قدر بوصلك وبجمالك وبقبول اعمالنا الصالحه يا رب العالمين ويا رب يسر لنا الطريق عشان نفضل في صحبه حضره النبي ونمسك بيده ونسير معاه في سيرته ونقول له دائما وحقك يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي فكيف اذا رايت بام راسي جمال الحسن في احدى الليالي يا رب اقبلنا وافتح لنا ابواب حضرتك واجعلنا ممن فازوا بليله القدر يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين